اطلع ما بالنسبه للاخوان السعوديين اللي قالوا يغلط على السعوديين ما راح يجي يوم ابدا ويغلط كاوي على السعوديين او على الاماراتيين او الكويتيين لان كل الدول على عيني وعلى راسي كلها دول عربيه بس احب اقول شيء لوكر الدجاجه اذا انتم كول احنا اولاد قبائل واولاد ناس عرفتوا اولاد ناس عندنا اصل وفصل ما احنا مثلكم بلا اصل ولا فصل عرفتوا كل الناس على عيني وعلى راسي بس اللي يغلط على اولاد الناس يستاهل الواحد يغلط عليه كلكم على عيني وعلى راسي